احنا ما عندناش ثقه في الله. احنا كي نكونوا عايشين مع المصايب تاعنا نتعاملوا معها بالسنه الكونيه وما عندناش ثقه في الله. قولوا منين وكيفاش حدير يا ودي؟ الله غير تخلقك كيما خممت لها، ماشي التخمام تاعك هو اللي يحلها، يحلها مولاك سبحانه وتعالى. لازم نفهموا حاجه، نفهموا حاجه، ربي من داك يجوعنا، ومن داك يمرضنا، ومن داك يحزننا، نفقدوا حبيب، نفقدوا انسان قريب، صرانا مشكل. اي حاجه من هذه الابتلاءات دير في بالك باللي الله عز وجل لا يحتاجها، هذه الامور لا يحتاجها. ربي ماهوش مش يعذب فينا باش يتمتع. ربي سبحانه وتعالى راه يبتلينا لعلهم يرجعون، يبتلينا باش حنا نولوا ليه. ذنون ذنون يونس عليه السلام كيف كان حاله في بطن حوت؟ كما نقولوا احنا خلاص انتهى الامر، انتهى حاله، انتهى حاله. ينادي عالم بكل شيء، ينادي الله بكل ثقه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني حنايا انا واحد من الناس لو كان نتلاقى درك مع يونس ذنون نقول له يا نبي الله نسالك سؤال، في هذيك اللحظه ومازال عندك ثقه في الله؟ يعني في هذيك اللحظه وانت يا خلاص راك تتمضغ، راك مضغه، التقمه كل لقمه، شت لقمه كل لقمه داروا الحوت. يعني الان وانت خلاص راك في بطن الحوت وداخل البحر، يعني ما كاينش نجاة، ما كاينش نجاة، ما كاينش واش ينجيه الانسان هذا. بالنسبه لنا ما كاينش نجاة، مع ذلك عنده ثقه في الله. تقولوا يعني مازال هذيك اللحظه وكنت مازال عندك ثقه انه ربي ينجيك، لانه عالمين ان كل شيء بيد الله. ربي حولوا هذاك الحوت، هذاك الحوت ولا شغل غواصه نتاع يونس دنون، داه حطوه في الشاطئ، داه مشاه وصلوا ولا وسيله نقل تاعو تابع ليه. يعني هذا الشيء هذا الاتصال بالله يخلق لك العجائب، يدير لك عجب في الدنيا هذه. احنا ما عندناش ثقه في الله، احنا كي نكونوا عايشين مع المصايب تاعنا نتعاملوا معها بالسنه الكونيه وما عندناش ثقه في الله. قولوا منين وكيفاش حدير يا ودي؟ الله غير تخلقك كيما خممت لها، ماشي التخمام تاعك هو اللي يحلها، يحلها مولاك سبحانه وتعالى. وكي يحلها مولاك مستحيل تقدر انت تحسب لها بالتخمام، لانه ربي قال يجعل له مخرجا، معناتها يخلق لك مخرج انت ماكش تسنى فيه. يعني انت تشوف فيه حيط تاع بيطون ومن بعد تلقى فيه الباب لداخل، تقول هذا شكون دار الباب هذا؟ ربي اللي دار الباب تما وقال لك هاو المخرج، روح توكل على الله. سما المخرج عمرك ما تكون تفكر فيه انت، لذلك قال يجعل له مخرجا، هكذا يجعل، يجعل بحيث ان القضيه كي تكون تفكر فيها انت ودير لها حسابات وتلم لها الناس كامل يفكروا معاك يقول لك ما فيهاش مخرج. ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني يدير لك مخرج وين انت بالحسابات ما درتوش. لا هذا هو الاصل، انسان يرجع. وزكريا اذ نادى ربه لا تذرني فردا، ونوح اذ نادى ربه، وابراهيم اذ نادى ربه، وهكذا الانبياء ينادون ربهم ويرجعون الى الله. وايوب اذ نادى ربه، علاش ربي قالنا وايوب وذنوني ونوح؟ علاش هذوما كامل ربي قالنا نادى ربه؟ ايوب نادى ربه، ابتلاء مرض نادى ربه، عنده لي من عيط، عنده لي من عيط. شفت انت في الدنيا كي تكل على بعض الناس قال لي دوك نعيط، انا نعرف شكون عيط. هذو ما عندهمش هذيك، عندهم من فوق عند ربي سبحانه وتعالى. عالمين يعلمون الانبياء ان كي تجيه الضربه يعني ابتلاء، جه ابتلاء يعلم ان الله ناداه لازم يرجع اليه، على باله باللي الامتحان وين ينجح فيه؟ كي يضيق به ويلجا الى الله، ترفع يدك وتدعو الله اول حاجه، ومن بعد اتصل بالناس، شوف المعرفه وشوف شكون يعاونك، شكون يقضي لك الصلاح، مش مشكله. بصح اول حاجه واش دير؟ ارجع اليه هو سبحانه وتعالى، بيده كل شيء، كل حاجه عنده. لما ترجع اليه ربي غير يشوفك رجعت اليه، معناتها انت نجحت في الامتحان. لان ربي عز وجل يغير لك الدنيا، الدنيا طبيعه ماشي الطبيعه، يغيرها كي تكون انت معاه، كي تكون كاسب المكانه مع الله سبحانه وتعالى. خلاص ومن بعد الدنيا هذه ربي سبحانه يغيرها على جك. يوشع بن نون نبي من انبياء الله، بعثه ربي يقاتل، وقتاله هذا يؤذن له بالقتال في النهار فقط، ما يقاتلش في الليل. دار حساب راح يقاتل عنده غزو، عمل حسابات، جبد 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 يمشي الحق الوقت، عرف بان الشمس هذه راح تهبط خلاص الغروب، راح يجي الغروب وما يكفيش الوقت باش يدير الغزوه. توقف
وقالها أنا مأمور وأنت مأمورة توقفي. توقفت الشمس. لم يحبس الله الشمس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأحد إلا ليوشع بن نون، كان نبيا من أنبياء الله لا يغزو إلا بنهار. وهذا النبي عليه السلام عارف روحه هو مأمور، ربي أمره باش يروح يدير غزوة. وهذيك الشمس اللي راهي تتحرك، احنا عندنا شمس ماشي حبسة، الشمس تتحرك بنص القرآن وبنص الحديث. هذيك الشمس اللي راهي تتحرك هو علم أو يشوف فيها تتحرك، قالها حبسي كيما راكي، أنا مأمور وانت مأمورة، وعالم أنه كاين رب يحكم فيهم كامل، على هذيك ما يخلعش، ما يخلعش الإنسان، راك مع ربي سبحانه وتعالى.